حضراتكم اكيد، واول بقى فقره حواريه. وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل، ملفات كتيره جدا، خاصه طبعا في فكره هنا التوقف الدولي. والتوقف الدولي على فكره بيبقى توقف من المباريات، لكن الاحداث كتيره قوي. هنتكلم في كل ده مع ناقد الرياضي اللي منورنا محمود شاكر. بونجور جدا، وبجد سعداء انك معانا والله. بونجور عليك يا نهاوند، واكيد برضو بصبح على كريم وعلى جميع الساده مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل حته، وسعيد ان انا متواجد معاكم طبعا. احنا كمان سعداء بوجودك ومنورنا. الله يخليك. طبعا عندنا كلام كتير سواء عن الاهلي او المنتخب، نستاذنك نبتدي بالاهلي، وخصوصا من ضمن الاحداث الكتير اللي نهاوند بتتكلم عليها اللي استجدت في الايام والاسابيع القليله الماضيه. في اسماء استجدت علينا في المدير الفني، ثلاث صفقات جديده في النادي الاهلي. برضو من ضمن الامور اللي استجدت واللي ناس كتير وقفوا عندها باستحسان للامانه، مش عارفين انت شخصيا رايك فيها ايه، فكره التدريب اليوم الكامل. فعايزين نعرف رايك في كل المستجدات دي. خلينا دلوقتي، كلنا عارفين ان النادي الاهلي مر بظروف استثنائيه السنه اللي فاتت، كان فيها مشاكل كتيره جدا وضغط المباريات، وفي حقبه ما بعد بيتسو موسيماني كابتن سامي القمصان مسك، بعد كده جه سوارش ما كانش فيه عنده توفيق كبير جدا، وراجل مشي وكان حظه وحش، وكانت الظروف كلها مش مساعده. فلما بيجي اي مدير فني جديد طبعا بيتفرج على اخر 8 او 10 مباريات، بحيث ان هو برضه يبقى عارف السكواد عامل ازاي، الناس عامله ازاي، المستويات عامله ازاي، الحقبه اللي هو قبل ما يجي فيها على طول. لو بصينا نشوف ان الراجل لو هيبص على اخر مباريات اتلعبت للنادي الاهلي، في مشاكل كتيره جدا، ان اللي كان بيلعب مش السكواد الرئيسي بالظبط كده. كان في طبعا شفنا مجلس اداره النادي الاهلي بعد خساره الكاس، وشايفين ان الدوري كان خلاص بعد بشكل كبير جدا، راحت اللعيبه الكبيره، زائد ان في لعيبه كتيره جدا كانت مصاب. فالراجل لما يجي يبص على اللعيبه اللي كانت موجوده او اخر مباراه اللي اتلعبت، هيلاقي ان في مشكله كبيره جدا، ان ده مش السكواد الاساسي او الرئيسي بتاع النادي الاهلي. بحيث ان انت تبص تلاقي اخر مره النادي الاهلي تقريبا لعب فول سكواد او فول تيم كان في مباراه الفاينل بتاعه دوري ابطال افريقيا اللي خسرناها من الوداد. فالراجل انا شايف ان هو عمل ايه بقى، الراجل قفل على نفسه خالص، وراجل عمل معسكر وخلى اللعيبه تخش كانها فعلا في فتره اعداد. احنا عارفين ان احنا دلوقتي في شهر 9، فتره الاعداد تبقى في شهر 7، بس احنا طبعا عارفين الدنيا في مصر والتنظيم فيه مشاكل كتيره جدا. فشفنا ان الراجل عمل اليوم الكامل اللي هو عاوز يعمله ده، وخد اوتيل جنب الملعب بتاع النادي الاهلي، وعمل فترتين بحيث ان هو يبقى عنده رؤيه واسعه كبيره جدا، يشوف كل اللعيبه، يقدر ان هو يحفظ اللعيبه. لان برضه خد بالك، لما بيجي مدير فني جديد ويخش على النادي بيبقى عاوز يحفظ اسامي اللعيبه، وبيبقى عاوز يشوف اللعيبه، ارقام اللعيبه، تمركزات اللعيبه، واللعيبه اللي تقدر تطبق له الافكار بتاعته، ونشوف اللعيبه اللي عندها المقاومات للكلام ده كله. فالراجل عاوز براح، كان عاوز وقت بشكل كبير جدا، وعاوز ان هو يشوف اللعيبه مره واثنين وثلاثه، وانا كنت معاه جدا في موضوع عدم اذاعه المباريات. فلذلك انا شايف ان هي قرار كان كويس جدا منه، احسن ان انا اشوف اللعيبه مرتين في اليوم احسن من انا امرنهم مره واحده، زائد ان انا لما ادخل لعيبه جوه اجواء المعسكرات او جوه الحاجات اللي هي بتبقى مقفوله دي، هيفرق بشكل كبير جدا معاه في التعرف على اللعيبه، عشان يشوف الراجل ان شاء الله هيعمل ايه الفتره اللي جايه. طب بص بقى محمود، عايز اقول لك على حاجه، لان الموضوع ده يعني ده لسه كنت في يعني امبارح والله في حوار كده مع ناس اصدقاء ليا يعني، وعصبوني بصراحه، واول مره اتعصب بقى، لان عارف استقتال على المعلومه الغلط، يعني عارف ان حد عنده معلومه غلط. فالمهم بنتكلم عن صفقات النادي الاهلي الجديده مش عارفه ايه، وعندنا ثنائي سيراميكا شادي وميسي، واتكلمنا عن الصفقه البرازيليه طبعا برونو سافيو. ويجي يقول لك ايه بقى، برونو سافيو ده موقوف 6 شهور اصلا، انتم ولا هتستفيدوا بيه حاجه، مش اي كلام في اي كلام، وانت بقى تحق وتشرح وبعدين بقى يسمعوك يا حاجه بجد والله. خلينا نروح للنقطه دي عشان نسد خالص الباب ده، وعشان حتى من الجماهير الاهلاويه اللي سامع حاجه مغلوطه، اللي عنده معلومه مغلوطه، يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام، طبعا كلنا عارفين ان اي صفقه بتتم للنادي الاهلي لعيب لاتيني او لعيب ليه يعني لعيب جديد علينا شويه، ما حدش يسمع عنه حاجه، الناس بتقعد تدور وراه علشان نشوف الراجل ده عنده مشاكل ايه او ارقامه عامله ايه او الكلام ده كله. الراجل كان ماشي يعني، هو كان بيلعب في الدوري البوليفي وكان مكسر الدنيا، ولكن الراجل في مباراه طرد فيها، اخر مباراه تقريبا، والراجل يعني كان متضايق جدا ان هو اتطرد، فكان بيشد مع الحكم. شفت الفيديو والناس كلها شافت الفيديو، عشان الناس كانت بتتكلم زي ما انت تقولي كده، انا وانت على عميان. الراجل ما فيش غير ان هو لا بعد ما الحكم طرده او طلع له كارت الاحمر، فالراجل كان جاي وبيحاول بس يتكلم معاه بعصبيه شويه، وبالظبط بس وهو اللعيبه بتحوشه خبط في الحكم، يعني لا مسكه ضربه ولا اداله بوكس ونايمه على الارض، والناس بيقول ده موت الحكم وكسر الحكم وهيتوقف. انا نفسي اعرف الفتاوى دي بتيجي منين. ما هو لازم اي لعيب جاي
بتفتي 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 في كل حاجه يعني، يعني يبقى الموضوع قد كده تحس بالزبط. الناس بقى بتقعد تجود زي ما بقول لك انا ده اللي خدناه من السوشيال ميديا، ده اللي خدناه من حياتنا. هو مع ان الموضوع بسيط جدا، هو دخل حد يعمل سيرش على الواقع هتطلع له بكل سهوله يعني، مسجله واتذاعت حتى في قنوات فضائيه كتير اليومين ثلاثه اللي فاتوا. فطبعا هو عشان صفقه جديده وبرازيلي، فالناس دايما لازم تدور على اي حاجه ليه، بس هو ما حصلش اي حاجه. ولو هيحصل وقفه وهيحصل مشكله للراجل ده هيكون الموضوع انترنال في الدوري البوليفي، لان المشكله تمت في الدوري البوليفي ولا ترتقي ان هي تروح للفيفا او للحاجات التاديبيه بتاعه الفيفا او الكلام ده كله. فما فيش اي مشكله. خلينا بعد اذنك نقف عند التفصيله دي او عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا معاك. اتفضل. رحب بحضراتكم، حديثنا اكيد مستمر لسه مع الاستاذ محمود شاكر الناقد الرياضي. تعال بقى نروح للمنتخب عشان نكون قفلنا كل الملفات على قد ما نقدر. يعني فكره هنا برضو فوز المنتخب على النايجر ب يعني ثلاث اجوال او بثلاثيه زي ما بيتقال، بدايه حلوه، ناس كتيره جدا اتكلمت في هذا الموضوع. لسه عندنا ليبيريا وفي نفس تقريبا يوم الثلاث بعد بكره بالظبط كده، وناس بقى بتبتدي تقيم، مع ان تهيألي حضرتك برضو تتفق معايا غلط ان انا قايم من دلوقتي، انا لسه بشوف كل دي مباريات وديه، لسه بحاول اشوف التناغم مع اللعيبه ما بين المدير الفني والتاكتكس اللي بيحطها، الجمل الهجوميه بنشوف اصلا ده بيلعب ازاي. فتقدر تقيم لي كده من وجهه نظرك زي ما البعض يعني ادلى برايه لحد دلوقتي او اللي جاي ان شاء الله مع فيتوريا هيبقى شكله عامل ازاي؟ طبعا احنا في التوقف الدولي ده دلوقتي او الاجنده الدوليه دي، معظم الناس كلها ومعظم المنتخبات بتحضر دايما لكاس كله العالم، كله تجهيز بالظبط. ولكن طبعا بعد الفشل الوصول لكاس العالم فاحنا في مرحله جديده. روي فيتوريا مدرب كويس، السي في بتاعه محترم جدا، كان في اقبال شديد جدا او في قبول شديد جدا من جماهير الكره المصريه بشكل عام على تعيين روي فيتوريا مدير فني لمنتخب مصر. يعني احنا ممكن من مباراه واحده او من مباراتين او من ثلاث مباريات نقيم الراجل، الكلام ده انا هوند اكيد هيبقى صعب جدا طبعا. زي ما انت قلتي، ولكن وخصوصا المنافس كان ضعيف اللي هو النايجر، او مش ضعيف قوي بس المنافس مش قوي جدا، وفي نفس الوقت برضو مباراه ليبيريا مش المباراه القويه. ولكن ممكن نطلع بالكلام ده بحاجه، نطلع بالكلام ده بامارات. منتخب مصر كان شكله كويس، منتخب مصر كان بنشوف حاجات جديده بقالنا كتير ما شفناهاش للمنتخب المصري، حتى بغض النظر عن التنافسيه الضعيفه مع النايجر، ولكن كان بقالنا كتير قوي ما شفناش منتخب مصر بيضغط دايما في التلت الامامي اول ما بيفقد الكره. شفنا منتخب مصر بيعمل هاي لاين بشكل كبير جدا جدا جدا، شفنا توظيف جديد لاحمد السيد زيزو. طبعا كلنا عارفين ان زيزو الفتره اللي فاتت كان من افضل اللاعبين في مصر وافضل لاعب في مصر توج بيها السنه اللي فاتت، فزيزو بيلعب دايما وينج رايت المكان اللي بيلعب فيه محمد صلاح، طبعا ما فيش حد يقدر يلعب محمد صلاح. فشفنا الراجل بيوظف بشكل جديد زيزو ان هو بيلعبه في نص الملعب، وساعات بيغير الطريقه ل 4-4-1-1، وشفنا عشان خاطر محمد صلاح يبقى عنده الاريحيه او محمد صلاح يبقى عنده المرونه ان هو يبقى موجود على حدود ال 18 ويطلع بره ال 18 ويخش جوه، يبقى عنده التحرك في الحته دي، واحمد سيد زيزو بيطلع على الجانب اليمين. دي الافكار الجديده اللي شفناها لروي فيتوري. زائد برضو كريم وزي نهاوند برضو بيعجبني في المدربين البرتغاليين، يعني شفنا من كروش راجل طلع مثلا، راجل مثلا جاب لعيبه كتيره جدا ما حدش كان يعرف عنها حاجه او كانت بعيده. شفنا طبعا محمد عبد المنعم اللي هيبقى واحد من افضل المدافعين الموجودين في مصر خلال ال 10 سنين الجايين، شفنا عمر كمال عبد الواحد، شفنا لعيبه كتيره جدا. نفس الكلام بقى شفناه مع روي فيتوريا، شفنا محمد حماده لعيب جديد في وسط الملعب، لعب تقريبا ال 90 دقيقه كامله، قدم اوراق اعتماده بشكل كبير جدا. هو كل اللي انت بتتكلم عنه جميل وكلها اضافات وكلها حاجات احنا يعني محتاجينها خصوصا الفتره الجايه، بس اختيار الفرقه المنتخبين دول، فكره ان انت بتلعب ليبيريا والنايجر، فكره وعلى حد تعبيرك انت قلت ايه الفرق مش قويه قوي بالظبط. في ناس وقفت عند التفصيله دي بيقول لك طب واحنا ليه ما نلعبش مع فرق قويه ولو حتى قويه نسبيا، لان اللي احنا هنشوفه في ارضيه الملعب وانت المنافس بتاعك مش بنفس القوه ممكن يبقى شيء مضلل او يعني مش حقيقي، ومش شرط انه يتحقق بعد كده لما تلعب منافس قوي. بص يا كريم مش هضحك عليك، المدير الفني الجديد لما بيجي بيبقى عاوز يكسب الثقه بتاعت الجماهير، وعاوز يكسب ثقه في نفسه، وعاوز يكسب ثقه اللعيبه. فالراجل قال لك انا ليه احتك احتكاك قوي جدا اول ما اجي مثلا العب فريق تقيل او فريق من الفرق اللي راح كاس العالم وانا لسه ما عرفتش اللعيبه ولسه اول تجمع ولسه حاجات كتيره جدا ما اعرفش الظروف كانت ايه، فانا ليه اول مباراتين مثلا اخسر فيهم او ممكن اخسر بسكور او ما اقدمش فيهم شكل كويس او ما اقدمش فيهم منظر كويس للعيبه والكلام ده كله. فالراجل اتعامل بذكاء كبير جدا في ان هو اختار مباراتين سهلين بحيث ان الراجل يقدر يطبق الافكار اللي هيكون عاوز يطبقها، بحيث ان هو يبقى عنده مرونه ان هو يشوف كل الناس
شفنا عمل تغييرات كتيره جدا، واعتقد ان مباراه برده ليبيريا الجايه هيبقى فيها برده تغييرات كتيره جدا. الراجل عاوز يشوف مساحه رؤيه واسعه جدا، فهو هي دي القصه. يعني واحد زي محمد حماده كنت لسه بتكلم عليه دلوقتي، الراجل ده لو في مباراه كبيره ما اعتقدش ان هو يقدر يديله فرصه ان هو يختبره او يشوفه. فاختيار فرقتين يعني مش اقوياء في الاجنده الدوليه دي ما هو الا انا شايف ان هو كان اختيار، انا من وجهه نظري ان هو ذكي جدا، بحيث ان الراجل ما يبقاش ضاغط نفسه من الاول خالص. احنا عارفين يا كريم احنا شعب بطبع عاطفي جدا جدا، اول ما حد بيجي بيكسب اول مباراه او المباراتين انت بتبدا تطمن له وبتبدا تدي له، لو خسر اول مباراه او حصل اي حاجه بتبدا تقلب عليه حتى لو ده كان مظلوم. وشفنا الكلام ده مثلا مع سواريش، يعني راجل حظه كان وحش كتير جدا مع النادي الاهلي، ممكن يكون مدرب كويس ومحدش يعرف، بس طبعا عشان الظروف ما كانتش معاه فاتحرق يعني. فهي نفس القصه بالظبط دي يعني مع برضو هقول بعض الاضافات الصغيره جدا مع سواريش. لا سواريش ما عرفش برضو يؤدي بصراحه، كانش ليه امارات بشكل ما كانش ليه اي امارات، بس هو اتظلم هنا. ما هو على فكره لو قارنت يعني دلوقتي الوضع برضو ما هواش افضل شيء، بس في جمله بنشوفها يعني في لعب على الارض في امارات يعني احنا كان بقالنا كتير مش شفناش منتخب مصر بيضغط في الثلث الاجنبي بيعمل اللي هو يعني الضغط العكسي اللي هو استرجاع الكره في اقل عدد من الثواني. شفنا برضو ان لما نايجر لعبت كومباكت شفنا تحركات كتيره جدا في الهاف سبيسز وما بين محمد صلاح وما بين الاجنحه، وده ادى مرونه تكتيكيه للراجل، والشكل الراجل هيجي منه كتير. راجل سي في بتاعه قوي جدا وراجل عنده خبره كبيره، وان شاء الله نشوف الفتره الجايه وخصوصا على صعيد المنتخب ان احنا نتفرج نشوف منتخب ونشوف ما يسر نشوف القلب. منتخب اصلا احنا عايزين منتخب مصر يعني، فاهم ازاي؟ نشكرك على وجودك معانا، شكرا ليك كريم. شكرا ليك جدا محمود، نورتنا، ويبقى لينا اكيد لقاء تاني ان شاء الله. طيب احنا هنروح فاصل، بعد كده هتبقى في فقره مسجله مع كريم بقى، انت معاك دكتور ريهام الحياوي وان شاء الله موضوع يكون يعني يهم كتير من حضراتكم، خليكم معانا.